تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كثفت القوات الجوية بالتعاون مع نظيرتها الإماراتية طلعتها الجوية على مدار يومي 15 و16 من الشهر الجاري لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات على شمال قطاع غزة. ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية المماثلة مع الأردن. في إطار تقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة طلعاتها من مطار العريش على مدار يومي 15 و16 من مارس 2024 لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف المعيشية الراهنة.